أقام مجلس الأعمال المصري الكندي مؤتمر بعنوان الأمن في مصر ماذا حدث وأين، وحضر المؤتمر وزير الداخلية اللواء منصور العسوي والإعلامي عادل حمودة ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق وعدد من الشخصيات السياسية الهامة. فيما يتصل بالأمن ما حدث في مصر في الأعقاب 25 يناير، طبعا عدد كبير مقطع كان مصر هذه الفترة. أعقب هذه الفترة أحداث أدت إلى انهيار كان الشرطة تقريبا انهيار كامل. الأحداث شملت حوالي تقريبا 90 مبنى من باقي الشرطة، أقسام الشرطة ومن باقي الشرطة. تم تدمير تقريبا حوالي 1800 عربية تدمير كامل، عربيات شباب كانت عربيات صغيرة وعربيات نوادي وعربيات نقل جنود. مجموعة عربيات الشرطة التي أديرت في خلال هذه الأحداث تجاوز 4000 سيارة، زي ما قلنا في حوالي 1800 تقريبا تم تدميرها تدمير كامل. والباقي بدأ جهاز الشرطة بعد الأحداث في إصلاح العربيات التي إصلاحها. حصل برضه بعد 25 أو بعد يوم 28 بالتحديد أن كل قوات الأمن المركزي اللي كانت متواجدة في مدينة العين، وهي ما هياش قوات كثيرة في العدد زي ما كان يقال في الصحافة وفي وسائل الإعلام وفي الشارع، معروف أن هناك حوالي مليار مليون حوالي مليون ونص أو مليون و100 و150 ألف جندي في قوات مسلحة في قوات الشرطة. لا رقم غير صحيح. قوات الشرطة اللي كانت متواجدة في هذا الوقت لا تتجاوز 92 ألف عسكري موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية بدءاً من اسكندرية وسيناء إلى أسوان. أنا بعتقد أنه هو في موقف لا يحصل عليه، موقف في ظرف بلد تنقلب تماماً، في نظام سياسي لم يجري سوى أننا شلنا أجزاء بسيطة منه، ولا تزال قوة هذا النظام كاملة وقادرة على إدارة الأزمات، بما في ذلك في اعتقادي أن السجون يمكن أن تكون مش تقصير السجون، ولكن في فلوس في البلد وفي قوة أساسية بتشتغل لحساب النظام مساعدة تعمل فوضى، خاصة ما احنا شفنا أنه في سيناريو جاهز باستمرار لضرب الأمن. يعني تتذكر يوم قضية تكريم الشهداء في البالون وجدنا أنه هذا الأمر انقلب إلى فوضى لضرب الأمن وسحب قوى الأمن المركزي. بعد كده شفنا قضايا في الأطراس والبطشات لا مبرر لها أن يحدث ذلك، ثم وجدنا في قضية نسبير وعندما فصلت الجيش. وإذن هناك في اعتقادي أنه القوى المضادة لاستقرار هذا البلد سواء كانت قوة تريد أن تحكم أو قوة كانت تحكم، فاعتقادي أن هذا أمر هام، ومن ثم يكون في اعتبارنا أن ندخل الوزير عن الأمن السياسي في مصر. تحدث الحاضرون في المؤتمر عن عدم استقرار الأمن في البلد وعن أسباب انهيار جهاز الشرطة، وتحدثوا أيضا عن كيفية إعادة هيبة الدولة وهيبة الأمن في مصر.